فراخ الهندي، هي اصلا اسمها تشيكن، يعني هي فراخ بالزبده، بس انا حابه ان انا اقول لكم هي ايه فراخ هندي علشان بس ما تتخضوش ان هي حاجه على الطريقه الهنديه. لا مكوناتها صعبه، لا والله هتلاقوا مكوناتها عاديه جدا ومش مكلفه ولا اي حاجه خالص. يلا بينا ننزل باول وصفه معانا، فراخ على الطريقه الهنديه. عندي صدور فراخ، بصله كبيره مكعبات، 4 حبات من الطماطم، 2 معالق كبار من الثوم المفروم، 2 معلقه صغيره من الزنجبيل الفريش المفروم، عصير ليمونه، عبوه زبادي، 2 معلقه كبيره من الخل، 3 مكعبات من الزبده، زيت، 2 معلقه كبيره من بهارات الجراما جراما سالا، دي بهارات هندي، 2 معلقه كبيره من الفلفل الاحمر الجاف المطحون، ملح، وبس خلاص على كده هنقدمها بقى مع شويه كزبره فريش او اي حاجه خضره تتقدم كده عليها براحتكم خالص. طيب الفراخ في الوصفه دي هتستخدموا اوراك او تستخدموا صدور او ميكس ما بين الاثنين مش هتفرق خالص براحتكم. حطيت طاسه على النار، انا كنت حطها قبل الهوا، يعني انا عايزه اسخنها كويس قوي تمام علشان لما اجي انزل بالفراخ ما تفضلش تقعد كده ايه تنزل الميه بتاعتها. زي ما قلت لكم هنعمل كمان شويه رز، رز ابيض كده بيتقدم معاها، هما بيعملوه رز ابيض عادي يعني مش بيستخدموا كميه زبده كبيره ولا حاجه، بس انا حابه ان انا ازود كميه الزبده شويه علشان الفراخ كده بتاعتي النهارده هي فراخ بالزبده، فانا عايزه الاثنين يكونوا شبه بعض. طيب الفكره في الصدور ايه؟ ان احنا هنقطعها وبعد كده هنتبلها بشويه زبادي وشويه ملح وفلفل وننزل كده نديها تشويحه على الطاسه. هي بتاعتي مش تنزل يا جماعه. طب احنا بقى ايه نتصرف؟ نشيل البتاع اصلا خالص. هنزل كده بشويه زيت اهو، شويه زيت حلوين. احنا ممكن على فكره برضو نشتغل برضو في الرز الاثنين مع بعض عادي، الرز ما فيهوش اي حاجه على فكره. هنزل بكميه كبيره من الزبده، انا كده بقطع الصدور، شايفين انا بقطعها تكون سميكه وتكون مش صغيره تمام بالشكل ده. طيب عايزه اعمل حاجه علشان بس كده ايه افضي الدنيا معايا شويه، هجيب قطع الفراخ بتاعتي دي بالشكل ده، هاجي كده من عند الجزء ده وهبدا ان انا اقطعها، الزبادي وشويه ملح وشويه فلفل. وممكن ان انت في المرحله دي تعملي ايه؟ تسيبيها شويه كده في التلاجة اهو تمام. هاخد قطع الفراخ بتاعتي دي وهعمل ايه بقى؟ هنزل بيها في الطاسه بسم الله، بالشكل ده ليه بس؟ شايفين وانا بحط الفراخ عماله بحط واحده واحده، ما انزلش بيها مره واحده. الطاسه تكون سخنه علشان انا مش عايزه ان الفراخ تنزل الميه بتاعتها. زبده، انا مكتره الزبده علشان يبقى رز بالزبده يديني طعم حلو ونكهه حلوه في واحنا بناكل الرز كده مع الصوص بتاع الفراخ. حابه تستخدمي زيت براحتك، لكن انا مستخدمه زبده. خلاص شويه ملح، وهنسويه ازاي؟ هنسويه بميه مغليه، مش بيسووه بشوربه ولا الكلام ده يا جماعه. شويه ملح خلاص، وهادي كده تقليبه. طيب عايزه اقول لكم على حاجه بخصوص الفراخ اللي احنا بنعملها. انا دايما بحب لما اعمل اكله او اكلات على طريقه مطبخ تاني بحترم قوي الطريقه بتاعتهم، يعني لازم هتلاقوني ان انا بقول لكم طريقتهم الاصليه. وهم بيسووا الفراخ بيستنوا الفراخ تاخد لون وتاخد تشميعه كده، وبعد كده بيشيلوها وهيعملوا ايه؟ هيعملوا كل الخطوات اللي انا هعملها معاكم دلوقتي. بيشتغلوا في نفس الطاسه. قبل ما نروح لفاصل بسرعه، بصوا هنزل كده بشويه زيت وهاخد الخضار بتاعي اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن شويه بصل وشويه طماطم خلاص، وشويه من الجنزبيل الفريش
تمام، شويه من الثوم، مش هنزل بالزبده دلوقتي اهو. وهعمل ايه؟ هاخد شويه ميه وهسيب الخضار ده، انا عايزاه يدبل معايا ويتهري خالص لان هو هيحتاج ان هو يتضرب. أنا تمام، انا دلوقتي سايبه الفراخ على النار وسايبه الخضار كده يدبل معايا، والرز كمان انا يعني خلاص هو الرز اتقلب كده معايا تقلبتين، هنزل بالميه المغليه. وتعالوا بينا نروح لفاصل وانا كده بنزل بالميه وهسيب الرز يستوي معايا. هضيف اضافه على الرز، لكن هما في المطبخ الهندي مش بيعملوا كده، مش بيعملوا كده، بس انا هضيف حاجه كده بحيث ان هي تغير كده شكله ولونه شويه. والله عندنا شويه بصل اخضر، ماشي هحط شويه كده وهحط الباقي كده واحنا بنقدمه، دي حاجه اختياريه. ممكن كمان تحطوا شويه، بصوا شويه كده قرون شطه مجففه برضو، هيبقى الموضوع برضو حلو قوي اهو، بما انه بقى يعني اكل هندي وبتاع والحركات دي. ممكن احط شويه تاني كده اهو، وهعمل ايه؟ هغطي عليه وهدي النار واسيبه بقى يستوي عادي خالص. طبعا مش حابه الشطه، براحتك استغني عنها. نقفل بقى على الرز ونهدي عليه. تمام، بسم الله. في الفاصل من ضمن المقادير اللي احنا قايلين عليها كاجو، نص كوبايه من الكاجو. حطيت الكاجو علشان يطرى ويتهري معايا مع الخضار. طيب انت مش حابه تستخدمي كاجو، مش حابه تستخدمي كاجو وعايزه له بديل، ايه البديل اللي هم برضو احيانا بيستخدموه؟ كريمه، كريمه طبخ. هتضيفي نص كوبايه، هتبقى هي هي بالظبط الكاجو، مش هيبقى فيه فرق ولا حاجه كده بالشكل ده. ترى ويدبل معايا. انا هعمل فيه ايه؟ هجيب الخلاط بتاعي او الهاند بلندر، اه الخضار الحلو اللي طري خلاص معايا ده، الخلاط او الهاند بلندر، وهنضرب الخضار ده كويس قوي علشان انا عايزاه يدوب تماما تماما معايا. حطينا عليه ميه سخنه، دي لازم علشان الهاند بلندر يشتغل معانا او الخلاط يشتغل معانا اهو. حابه ان انتوا تزودوا تاني مفيش مشكله. ريحته حلوه قوي قوي، طبعا لازم يتصفى لازم. والله هو برضو انا اقول لكم على حاجه، نعم ممكن قوي ان انتوا مش لازم يتصفى، بس هي الفكره في ايه؟ الفكره بس علشان قطع الطماطم. والله انا ممكن استخدمه كده على فكره عادي. الصوص بتاعي بسم الله، شايفين الصوص شكله عامل ازاي؟ ممكن على فكره ان احنا نزوده بشويه ميه عادي. احط بقى بهارات الجرام مسالة، دي بنشتريها من عند العطار بالشكل ده، شويه خل، شويه ليمون، شويه شطه، والاساسي علشان دي فراخ بالزبده بتر تشيكن، ثلاث مكعبات كده حلوين من الزبده. خلاص على الصوص، شايفين بقى؟ شايفين؟ فاكرين اول الحلقه لما قلت لكم ان هم بيعملوا كل حاجه في طاسه واحده؟ بعد ما الفراخ تاخد اللون ده بنفس كل البواقي دي بيحطوا الخضار، والخضار يدبل في نفس الطاسه. بس انا ليه عملتها على طاستين؟ علشان بس الوقت بتاعنا. الفراخ خلاص عندي مستويه، بس انا بقى هسيبها كده بقى ايه تتقلب كده معايا في الصوص شويه. بصوا بقى لون القطع الفراخ كده بالصوص اهي، تتكسر بقى لازم كده بلون اخضر بالشكل ده كده. ونمسح كده الطبق بتاعنا ونزينه بقى كده ايه، شويه بقدونس، شويه كزبره، براحتكم بالشكل ده. احنا فين الـ الـ الحاجات خلاص اهو. بصوا بقى كنا نحط كده ايه حاجه خضراء. يلا بينا بسم الله. شايفين مفلفل ازاي اهو، شكله حلو قوي.